هكذا مشاهدينا الاعزاء ينطلق ثاني الاشواط في هذا اللقاء في هذه التحديات الصباحية العملاقة، ثاني الاشواط والخاص بالقعدان الحقايق. نسير بحضراتكم الى تحدي هذا الشوط الذي يحمل عنوان المنافسة الكبيرة والمميزة. الى مقدمة الشوط وما دار من تحدي وتنافس كبير على هذه البداية، المالكي من يسيطر بوجود الواضح، محمد بن سلطان بن سعيد المالكي يقدم لنا الواضح في بداية المنافسة الأولى، بينما المركز الثاني مشغل لسعيد بن سالم بن سيف المنصوري، حل على المركز الثاني، المركز الثالث من الجانب الآخر يصل، هذا هو ثاير سعيد بن لويهي الحرسوسي في المركز الثالث، المركز الرابع مشكور منصور بن عبد الله بن ضاعد الغضلي، والمركز الخامس هذا اللي وصل الآن هملول هناد بن سيف بن ناصر الرشيدي، احتل المركز الخامس، المركز السادس يصل الرزام او الرازم، الرازم حمد بن راشد بن نايع الغفلي على المركز السادس، المركز السابع يصل المتحد سعيد بن علي بن محمد الحميدي، والمركز الثامن، المركز الثامن هذا اللي واصل بحرين، بحرين سلطان بن يعقوب السعيدي وشعار بالخصم من الجانب الاخر، ولكن هذا اللي وصل الان على المركز الثامن، المركز الثامن شوف 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 هذا هو هايش خليفه بن يمعه بن عتيد الرميثي، والمركز التاسع، المركز التاسع المليون للعبد بن حمد بن محمد في المركز التاسع، بينما المركز العاشر شعار بن فايل هنا تميم بن حمد بن فايل الزرعي، هكذا هي النتيجه للمراكز العشره الاولى ايها الحبل الكريم مشاهدينا الاعزاء، وعوده الى الواضح، الى الواضح محمد بن سلطان بن سعيد المالكي، ولكن حصل تغيير من قبل هملول، من قبل هملول هناد بن سيف بن او هناد بن سيف بن ناصر الرشيدي، الرشيدي الرشيدي يا سلام، ها هو يا سلام هالي بركه في هذه اللحظات ينتزعون المركز الاول، المركز الثاني، المركز الثاني الواضح محمد بن سلطان من سعيد المالكي، ولكن الرازم واصل، الرازم واصل حمد بن نايع بالشاوي الغفلي احتل المركز الثالث، المركز يلا يا المبدع نشوفك نشوفك، لكن المركز الرابع هذا اللي وصل الان مربح 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 معدي بن مسعود بن معدي الهاجري يحتل المركز الرابع، عديهم يا معدي عديهم يا معدي وخذ الاول، لكن شوف المركز الخامس هذا اللي وصل المتحد سعد بن علي بن محمد الحميدي يحتل المركز الخامس، المركز السادس واصل شعار عتيج بن مطهر القبيسي مع وجود هذا الاسم وهذا العنوان، ها هو ناصي يحتل المركز السادس، المركز السابع، المركز السابع شعار بن ريو ولا منو العارض، العارض سلطان بن ريو بن محمد المنصوري ابو عمر يحتل المركز السادس، هذه النتيجه حتى هذه اللحظات ضمن هذه الاسماء الخطيره الرئيسيه، ولكن عوده الى شعارك يا هناد يا الرشيدي في المركز الاول، الجماعه جايينك، الجماعه جايينك، شوف شوف معدي بدا يعدي، معدي بدا يعدي هذه اللحظات مع مربح 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 يحتل المركز الثاني، معدي بن مسعود بن معدي الهاجري انتزع المركز الاول، بني ريو قادم، بني ريو قادم مع العارض، مع العارض في هذه اللحظات، عارض سلطان بني ريو بن محمد المنصوري، سلام يا هالي الوذبه، سلام يا ابو عمر سلام، ها هو امامكم العارض ينتزع الناموس، يعارض الجميع يعارض الجميع، ولكنه امام اوامر مالكه في هذه اللحظات ينتزع ناموس الشوط، المركز الاول الشوط الرئيسي، سلام يا ابو عمر سلام، سلام لهالي الوثبه سلام على فوز العارض سلطان بن ريو المنصوري، المركز الثاني هنا ياتي مربح معدي بن مسعود المعدي الهاجري، المركز الثالث، المركز الثالث وصل المتحد سعد بن علي بن محمد الحميدي محتل المركز الثالث، المركز الرابع ناصي عتيج بن مطر بن حسن القبيسي، المركز الخامس، المركز الخامس وصل مهاجر عتيج بن مطر بن حسن القبيسي، هكذا كانت النتيجة للست الخامس المراكز الأولى في ملتقى هذا الشوط أيها المشاهدين الأعزاء، لكن عودة إلى حضراتكم بالتوقيت الزمني، لحظات وصول عارض إلى المركز الأول ينتزع الناموس مهديا أبو عمر هذا الفوز والانتصار بأربع دقائق 30 ثانية أربع أجزاء من الثانية، التوقيت الأفضل
من خلال هذه المنافسة. تهانينا والناموس يا أبو عمر يسجل عارض أفضل توقيت زمني في هذا اللقاء. المركز الثاني 4:32 خمسة أجزاء من الثانية. تهانينا لمعدي بن مسعود ولمعدي الهاجري على فوز مربح بالمركز الثاني، وياخذ لقاء مميز في هذه اللحظة. بينما المركز الثالث المتحد سعد بن علي بن محمد الحميدي ب4:33 بالوفاء والتمام والكمال.